السلام عليكم. مشكورين والله، كلمتوني من الأماكن الكل. سقيت سيدي يوسف من عين دراهم، من مكثر، من جندوبة، بارك الله فيكم. تعاطفي تامة معكم أنتم، ولكن يلزمنا نعرفوا أنه 17% من الشعب التونسي انتخب حركة النهضة، وحركة النهضة كما قال الوزير لوسي محمد جبالي وكمل، معناتها قال لكم ربي معكم. ونسمع في ديلو البارح في التلفزة قال لهم حتى المجتمع المدني نعملوا عليه، حتى كان تعملوا على المجتمع، نعملوا على المجتمع وعلى ربي والحكومة الواه. ما فهمتش اللي صار، معناتها مصيبة. الشمال الشرقي والحدود مع الحدود مع الجزائر، حتى الساخي سيدي يوسف، معناتها مصيبة، كارثة إنسانية. الحكومة ما تحركت لها، كان البارح بعد خرجت سي جبالي فاقد بعد 4 أيام بعد ما تخذت البلاد، مش عمل الدورة في جندوبة، حكاية فارغة. ولا وصلت لإعانات لحد شيء، تو كنت نتكلم في تالت دبوس الغاز من 10,000 وانت طالع، قال لك هبطت سومها اليوم، قبل كانت ب 15 16 في عين دراهم، اليوم ثلوج أكثر وناس مسكرة، حتى الناس حتى اللي طلعت تزور ما عنده، معناتها المواد الغذائية الأساسية مش موجودة، تمشي البوسطة ما تلقاش فلوس. واللي تراو فيه في التلفزه كله اكاذيب، 90% منه كذب، معناتها نوع من التعتيم الاعلامي. رجعنا لوقت بن علي، والناس هذوما في كثير من المعتمديات خرجوا قال لك رجعونا بن علي كنا خير، وهذا اللي نخاف منه، نخاف النهار نشتاقوا بن علي، وانا شيء قاعدين نوصلوا. وما يراني في الحكومه هذه تتكلم ويسالوني يقولوا لي خليها تخدم، تو نحكم عليها، يا اخي شكون شد عليها الخدمه؟ وجاتهم على طبق من ذهب باش يوريهم نفسهم تعاطفهم مع الشعب التونسي. الايامات هذه في بلاد متقدمه، الوزراء الكل في الاماكن هذيك والتلفزه والهليكوبترات وما يحلوا في ثنايا، جاتهم الفرصه، ولكن برهنوا على حاجه، برهنوا على الدمغجه نتاعهم. هما يسخروا تونس ناقصه سلاح وعباده وشويه هويه وشويه عروبه، لاهين في قطع العلاقات مع سوريا، وداخلين في 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 موازين قوى اقوى منهم يقودوا فيهم، وداخلين في الثورات العربية، قاعدين يصدروا في الثورة ويصدروا في الهوية العربية الإسلامية. ناس بعاد ياسر على الحكم، و انت زاد غضب الناس اليوم على الرئيس نتاع تونس هذا المرزوقي، عاد بعثولي قالوا لي ريت معناتها البلاد في هاوية وهو يعمل في زيارة مغاربية. والله كثر الهم يضحك. باش نلخصها لكم الحكايه هذه في كلمتين، هي نكته ما نكته ومفهومها تفهموه التوانسه، نعرفكم مني. قال لك واحد جابوني وتونسي قاعدين، جابوني يفتخر ببلاده. التونسي قال له حتى احنا عندنا راهو في تونس. جابوني قالوا لي احنا اقوى منكم، كلام. قالوا حتى احنا التوانسه عندنا، ما نقولوا في روحنا، ما تحكي، ما تسخلوناش، ما تاخروناش. جابوني قالوا احنا حاشاكم المزمر فينا يعمل الاورديناتور. التونسي دار له قال له احنا احنا المزمر فينا ينجم يوصل الرئيس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.